الأولاد اللي قالوا التراتيل النهاردة الخورس، هو خورس كنيسة ماري جرجس بفقهة مترانية شبين القناطر، وحضر معهم نيافة الأنبا صموئيل أسقف شبين القناطر. حاضر معانا ضيوف النهاردة وفد من للمناقشة حوار consultations between the evangelical churches and the orthodox churches from about 22 countries. We welcome them. وعندنا أيضا وفد من السويد من 8 أشخاص، وعندنا وفد من كنيسة القديس يوحنا الحبيب من ويست كوفينا بلوس أنجلوس بأمريكا، نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول لماذا خلق الله الإنسان؟ في حد بيترجم لهم؟ واحد بيقول لماذا خلق الله الإنسان؟ الله لم يكن محتاجا للإنسان، لكنه خلقه من جوده ومن كرمه. يعني البعض بيقول ربنا خلق الإنسان يعبده أو يمجده. ربنا غير محتاج للإنسان لكي يمجده. قبل أن يخلق الإنسان كانت تمجده الملائكة، وقبل أن يخلق الملائكة كانت تمجده صفاته الإلهية. هو مش محتاج لحد يمجده. عشان كده في القداس الغريغوري بنقول لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا المحتاج إلى ربوبيتي. من كرم ربنا ومن تواضعه ما حبش يكون هو الكائن الوحيد الموجود، فأوجد كائنات أخرى أنعم عليها بالوجود. وبعدين بيقول لماذا أعيش في الدنيا؟ أنت بتعيش في الدنيا علشان تتمتع بالوجود، وعلشان تمهد نفسك للأبدية السعيدة، تخدم المجتمع اللي انت فيه وتخدم نفسك وتعد نفسك للحياة الأبدية. سؤال: هل مغفرة الخطايا تتم بدم المسيح أم بعمل الروح القدس؟ لأن السيد المسيح نفخ في وجوه تلاميذه قائلا: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر لكم. دي عايزه اشرحها لك كويس عشان تفهم. مغفره الخطايا بلا شك هي بدم المسيح، لان الكتاب بيقول بدون سفك دم لا تحدث مغفره. لكن كيف تصل إلينا هذه المغفرة؟ الروح القدس يأخذ من استحقاقات دم المسيح ويعطينا المغفرة. يعني لو ما فيش استحقاقات للدم يبقى ما فيش مغفرة. الروح القدس بيأخذ من استحقاقات دم المسيح ويقدم المغفرة. ويقدمها ازاي؟ يقدمها من فم الكاهن.
زي ما احنا بنقول في القداس في الصلوات سرية، الكاهن بيقول يكونون محللين من فمي بروحك القدوس. يعني الكاهن بيحلل بالروح القدس، والروح القدس بيأخذ من استحقاقات دم المسيح. تبقى الحكاية ماشية كده. واحد بيقول كيف استلم موسى الوصايا العشر؟ هل كانت مكتوبة؟ ما احنا بنقول في القداس المكتوبة بأصبع الله. واحد بيقول ما معنى الفردوس وما معنى ملكوت السماوات؟ الفردوس بارادايس ده مكان الانتظار للأرواح الخيرة بعد ما تموت، وبعدين بعد القيامة ينتقل الأبرار من الفردوس إلى ملكوت السماوات. علشان كده ورد في متى 25، متى 25 من آية 31 للآخر، إن المسيح قال للأبرار الذين عن يمينه: تعالوا إلي يا مبارك أبي رسوا الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم. يعني هياخدوا الملك أو الملكوت بعد القيامة وبعد الديمون العالم. واحد بيقول هل المزامير مقياس للصلاة اليومية؟ وإذا كان هذا فكيف تطبق على مدار اليوم الواحد؟ المزامير ليست كل الصلوات. يعني إحنا في صلوات الساعات بنقول المزامير وبنقول فصل من الإنجيل في كل صلاة، وبنقول طلبات خاصة، وبنقول تحليل في الآخر، وبنقول الثلاث تقديسات، وبنقول كرياليسون. يعني الصلاة فيها حاجات كتيرة، المزامير ليست كل شيء لكنها جزء كبير منها. والمزامير قالها داود بالروح القدس زي ما المسيح قال قال داود بالروح، ومليانة طلبات تعطينا صورة عن الصلاة المثالية. أنا كنت كتبت لكم مقالات كثيرة عن الصلاة بالأجبية، إن شاء الله نبقى نطلع لكم كتاب عن صلوات الساعات. واحد بيقول ما معنى كلمة الأنبا التي تقل الأسف؟ أنبا يعني أب، أبا فلان بتترجم أنبا فلان، أب كبير يعني. واحد بيقول كيف أحافظ على نظام وهدوء التلاميذ في فصل مدارس الأحد، وخصوصا ان هناك بعض الاطفال صعبه 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 مكتوب كده، فكيف اتصرف مع مثل هؤلاء الاولاد؟ اول حاجه لازم الدرس بتاعك يكون شيق، يعني العيال يحبوه، فلما يحبوه ينصتوا ليه وما يتشقوش. لكن إذا كنت بتلقي محاضرات في فصل مدارس أحد، العيال أنت في حاجة هو في حاجة. تاني حاجة استخدم طريقة الأسئلة والأجوبة،
يعني الأولاد اللي بتشاؤوا بتسألهم وهم بيجاوبوا وتسألهم هم تحركهم، إن ما حركتهمش في السؤال والجواب والقيام والقعود هم هيتحركوا مع بعض، يعني يخبطوا بعض. كمان لازم تكون في بينك وبين الأولاد في مدارس الأحد محبة، يعني يكون الدرس شيق ويكونوا هم بيحبوك وطريقة التدريس تاخد وتدي مع الأولاد. ولو قدرت تكون علاقة كويسة مع الأطفال خارج مدارس الأحد هيحترموا هذه العلاقة ويحبوك ويقعدوا هاديين في مدارس الأحد. واحد بيقول أحد أصدقائي أرسل لي مبلغ من المال كنذر للدير الفلاني من الخارج، وأثناء ذهابي لدفع النذر للدير اختفى مني بطريقة إعجازية لا أعلم هذه اللحظة كيف حدث، وكأنني كنت ممسكا به في يدي واختفى. في نشالين يعني ممتازين في الحاجات دي، يعني بروفيشنالز بيفهموا كويس، فانت مش اصول تكون ماسكه في ايدك لان هم هيشوفوا ايدك اللي فيه. والان لا ادري ماذا افعل، هل ارسل له عن الحقيقه علما بان هذا سيسبب له مشاكل كثيره في محيط اسرته، ام اصمت حتى لا أستطيع تسديد هذا المبلغ لأنه كبير جدا علي وفوق طاقتي. ابقى فوت علينا واحنا نشوف لك حل للموضوع ده. واحد بيقول قرأت في إنجيل معلمنا متى البشير الإصحاح الأول آية 20 ظهر الملاك في حلم يوسف قائلا لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فهل يعتبر هذا القول دليلا على أن الذي تجسد وحبل به في بطن العذراء هو من الروح القدس؟ لا مش بس كده، في لوقا إصحاح 1 الملاك قال للعذراء الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فدي في لوقا 1:35. كمان التجسد موجود في تيموساوس الأولى 3:16 يقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. كذلك حكاية التجسد موجودة في أشعياء النبي إصحاح 7 وإصحاح 9، يعني حاجات كتيرة وموجودة في يوحنا 1:1 و1:14. يوحنا 1:14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد الآب. في آيات كثيرة مش بس الآية دي يعني. واحد بيقول ما معنى الفداء في المسيحية وما المقصود بالفداء الذي قدمه السيد المسيح وما علاقة هذا الفداء بالصليب؟ الفداء معناه نفس تموت عوضا عن نفس، الفداء يعني نفس تموت عوضا عن نفس، نفس بريئة لا تستحق الموت تموت بدلا من نفس أخرى محكوم عليها بالموت، هذا الفداء. ما المقصود بالفداء الذي قدمه السيد المسيح؟ يعني زي ما ورد في أفسس إصحاح 2
كنا أمواتا بالخطايا وأموات بالخطايا والذنوب، فإحنا كان محكوم علينا بالموت، فجه المسيح على الصليب ومات بدلا مننا. ما علاقة الفداء بالصليب؟ المسيح قدم حياته على الصليب فداء عنا. واحد بيقول من إيماننا نعلم أن الملكوت توجد فيه درجات، حيث أن كلا ينال حسب جهاده، فالشهيد غير المعترف إلى آخره. فهل هناك درجات في الجحيم؟ طبعا، ما دام الكتاب بيقول انه يجازي كل واحد حسب اعماله، يجازي كل واحد حسب اعماله. تلاقيها في متى 16:27 وتلاقيها في رؤيا 22 في اماكن كثيره جدا. ما دام بيجازي كل واحد حسب اعماله، فالاشرار بيختلفوا في اعمالهم والأبرار بيختلفوا في أعمالهم. فيبقى في درجات في الجحيم، لأن مش الكل درجة واحدة في الخطأ. فاللي بيكذب واللي بيشتم مش زي اللي بيقتل ناس، أو سفاح محترف قتل، أو تاجر مخدرات، مش كله زي بعضه. وفي آية لطيفة موجودة في متى إصحاح 10، كانت النهاردة في الإنجيل بتاع القداس بتاع النهاردة. المسيح بيقول يكون لسادوم وعمورة في يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لهذه المدينة. ما دام حالة أكثر احتمالا، يبقى في حاجات صعبة وحاجات أكثر صعوبة في العقوبة. واحد يسر عندهم أسئلة في مدرسة الأحد أو في اجتماع الشباب، فبعتها لي أجاوب عليها. طبعا مش هتنفعك بحاجة. بيقول واحد: دليلين على وداعة يوسف مع ذكر الشاهد. 2: هل يوسف هو الذي دعي مخلص العالم في سفر التكوين مع ذكر الشاهد؟ كيف أخذ يوسف نصيب سنين من بركة أبيه؟ لماذا دعيت بلادنا باسم مصر إلى من تنسب مع ذكر الشاهد؟ تروح تذاكر وتدور في الكتاب المقدس، لكن ما تجيش عشان يغششك. واحد بيقول أنا حديث العهد في قراءة الإنجيل، ولكن هناك آيات لا أفهمها، فما هي الكتب التي أشتريها تفسر لي الإنجيل؟ طبعا دي تتوقف على أي كتاب أنت بتقراه. هل بتقرأ الأناجيل وأي إنجيل؟ هل بتقرأ الرسائل؟ هل بتقرأ أعمال الرسل؟ هل بتقرأ الرؤية؟ في كتب كثيرة. يا ريت تخلي أمين المكتبة بتاع الكنيسة بتاعتك يقول لك الكتب اللي تنفعك فيها، أو قول لنا أي جزء بتقراه وإحنا نقول لك الكتب اللي تنفعك. بيقول هل الإنسان المتخلف عقليا يعرف أن الخطية أجرتها موت؟ وما حكم الله تجاه هذا الإنسان؟ شوف يا حبيبي،
المتخلفين عقليا أنواع وأشكال، أنواع ودرجات. يعني في واحد متخلف عقليا وحالته بسيطة، وفي واحد متخلف خالص يعني ما يعرفش حاجة خالص، فأنواع وأشكال. لكن ربنا يحاسب الإنسان على مقدار فهمه، والمتخلفين عقليا مش فهم واحد، بمقدار ما يفهم. إذا كان بيفهم إن دي خطية ويفهم إن ليها عقوبة دي حاجة، ما يفهمش خالص دي حاجة تانية. على فكرة كلمة المتخلف عقليا غير المجنون، وحتى المجنون أنواع وأشكال. في مجنون جزئي ومجنون مطبق، يعني ما فيش حاجة خالص. فعلى حسب درجة عقله أو درجة تخلفه أو درجة جنونه يكون حسابه عند ربنا، مش كله درجة واحدة. ما معنى عبارة أدب ابنك بقضيب من حديد؟ مش بالحرف يعني يجيب له سيخ حديد، لا، يعني أدبه بشدة بحزم. واحد سؤال بيقول: أريد أن أعرف فارق السن المناسب بين الخطيبين، يعني لحد كم سنة؟ المهم أنهم يكونوا متوافقين مع بعض، يعني في بنت تحب خطيبها يكون قدها، وواحدة تحب يكون كبير عنها شوية، وواحدة عايزاه في السن وقار، يعني مش قاعدة. المهم التوافق. زي قصة عند بتوع العرب، يعني بيقولوا واحد كان متجوز امرأتين، واحدة اسمها بانة وواحدة اسمها حانة. فكانت واحدة، وكان هو شعره فيه دقن، يعني فيها شعر أبيض وشعر أسود. فكانت واحدة منهم تحب يكون شاب صغير في السن، فكل ما تلاقي شعرايه بيضة في دقنه تروح شايلها له. والتاني عايزاه يكون في سن وقور يحل محل أبوها، فكل ما تلاقي شعرة سودة تشيل، فدي تشيل السودة ودي تشيل البيضة، لغاية لما قال البيت الشعر الآتي، قال: ما بين بانا وحانا ضاعت لحانا. هي دي ما ينفعش ترجمتها. فالستات برضو كل واحدة ليها مزاجها وفكرتها، المهم يكونوا متفاهمين مع بعض. هو كاتب لي في الجواب ايه الفرق، بس قال خليه سر، خلاص مش هنقول. المهم يكونوا متفقين مع بعض. واحد بيسأل عن النار
في الكتاب المقدس وفي طقوس الكنيسة وفي خيمة الاجتماع. في الحقيقة في الطقس اليهودي لم تكن خيمة الاجتماع تخلو من النار إطلاقا، دايما كان فيها النار. على الأقل مذبح المحرقة كانت النار تتقد عليه نهارا وليلا، نار متقدة لا تطفئ، وكانت النار ترمز إلى العدل الإلهي. ولما النار تأكل الذبيحة كانت رمز إلى أنها استوفت، العدل الإلهي استوفى منها. وكانت الذبيحة اللي تقدم لما تنزل نار من السماء وتاكلها تعتبر أنها مقبولة من الله، مثلما فعل إيليا النبي في تقديم ذبيحة ليه، وأنبياء البعل قدموا ذبائح فنزلت نار وقبلت دي. والنار كانت ترمز لله نفسه. في عبرانيين 9:27 بيقول إلهنا نار آكلة، واخدها من تثنية إصحاح 4:24، إلهنا نار آكلة. ولذلك الروح القدس حل في يوم 50 على هيئة ألسنة مشتعلة بالنار. فالنار كانت ترمز لربنا نفسه وللعدل الإلهي، كانت موجودة باستمرار زي ما قلت لكم في مذبح المحرقة، وكانت موجودة أيضا في السرب المسرجة، تلاقيها شريط محطوط في زيت زيتون ومشتعل بالنار، وموجودة في الكنيسة باستمرار في الشموع. يعني في العهد الجديد برضو موجودة النار في الشموع، وفي العهد القديم موجودة في السرب. والنار أيضا كانت بتعطي نور، حتى إحنا دايما النار دي ناخدها رمز للثالوث القدوس، نار تتولد منها حرارة وينبثق منها نور، والنار والنور والحرارة كيان واحد. كانت دايما النار موجودة، والنار والنور مع بعض. وفي السرب كان بتبقى النار والنور والزيت، والزيت كان يرمز أيضا للروح القدس، ومنه المسحة المقدسة بتاعت اللي هي من الزيت المقدس، زيت الزيتون النقي. فالله نار وهو أيضا نور. ولما كان الروح القدس حل كألسنة من نار، لذلك دايما الحياة الروحية في حرارتها أو في قوتها يرمز لها الحرارة. في رومية 12 يقول حارين في الروح. حارين في الروح يعني لما توجد حرارة في الإنسان نتيجة عمل الروح القدس فيه، اللي بنسميه الروح الناري. نكتفي بالأسئلة دي. بمناسبة أنكم بدأتوا في العطلة الصيفية وعندكم وقت كتير، أنا عايز أكلمكم النهاردة عن أهمية الوقت وأنواعه. في ناس ما بيحسوش بقيمة الوقت وبيضيعوه،
بل حتى يقول أريد وسيلة لقتل الوقت أو لقضاء الوقت، وينسوا إن الوقت ده جزء من حياتهم. اللي بيضيع الوقت بيضيع جزء من حياته، واللي ما يشعرش بقيمة الوقت يبقى مش شاعر بقيمة حياته. من ضمن أهمية الوقت وخطورته أن الوقت الذي يمضي لا يعود مرة أخرى، كأن جزء من حياتك انتهى خلاص وضاع منك. الوقت ده يحسب لك أو يحسب عليك، ممكن يكون لفايدتك وممكن يكون لضررك على حسب استخدام الوقت. ياريت تحترم وقتك وتخليه لفايدتك من كل ناحية. يعني الوقت يصلح للبناء ويصلح للهدم، يصلح لنفعك ويصلح لضررك. واللي مفروض ربنا اداك الوقت عشان ايه؟ لمنفعتك ومنفعة غيرك. ربنا اداك الوقت لمنفعتك ومنفعة غيرك، وجايز انت بسوء الاستخدام تضر نفسك وتضر غيرك من جهة الوقت. ما اجمل قول الرسول: مفتدين الوقت لان الايام شريرة. خلي بالكم الوقت عجيب، ان واحد تلاقي وقته رخيص وواحد تاني تلاقي وقته غالي جدا. ولا اللي وقته غالي؟ طبعا اللي وقته رخيص حياته كلها رخيصة، واللي وقته غالي حياته ثمينة. جايز إنسان يقضي معاك دقائق، الدقائق دي تغير حياتك لو كان هو العامل الإيجابي، أو يقضي معاك دقائق تغير حياته هو على حسب تأثيرك أنت فيه. فما مدى تأثرك أو تأثيرك بالنسبة للوقت؟ جايز إنسان يقعد معك وقت يديك نصيحة كويسة تفيدك في حياتك، جايز يديك دعوة لكنيسة لخدمة تفيدك في حياتك، جايز يكلمك عن مشروع نافع يفيدك في حياتك، جايز في الوقت ده يقولك كلمة حكمة أو خبرة روحية تفيدك في حياتك، وتشعر ان الوقت اللي انت قضيته معاه كان وقت ممتع ليك ونافع ومفيد. انا فاكر زمان لما كنت شاب قبل الرهبنة، وكنت بزور الاستاذ حبيب جرجس الله ينيح نفسه، كان معايا نوتة، ولازم في قعدتي معاه أخد جملة مفيدة، نصيحة طيبة، مبدأ روحي، واكتبه في النوتة بتاعتي. ياريت تعمل كده مع بعض الناس الكويسين اللي ممكن يفيدوك في حياتك. الوقت عند بعض الناس له قيمته جدا، يعني خد مثلا جراح كبير، كل دقيقة ليها حساب عنده، كل دقيقة ليها حساب عنده، وكل وقت بيكسب منه مكاسب كبيرة. إنسان سياسي كل دقيقة ليها حساب عنده، مخترع من المخترعين كل دقيقة ليها حساب عنده. وقت نافع مفيد. طالب مثلا قبل الامتحان بأسبوع
كل دقيقة لها حساب، لها 1000 حساب، لها قيمة. آباء اعتراف مهمين، كل دقيقة لها حساب. ساعات تلاقي طابور طويل واقف بينتظرهم، عايز أي دقيقة من أب اعتراف مش لاقيها. ليها أهميتها. إنسان يكون نافع في حل مشاكل الآخرين، كل دقيقة لها حساب. هل وقتكم من هذا النوع؟ شوف، في بعض الناس أوقاتهم مثمرة جدا جدا، تأتي بثمر كبير. خدوا مثل لكده حياتي وحنا المعمدان، كل خدمته كان يمكن سنة واحدة أو سنة وشوية، استطاع فيها أن يقدم لله شعبا مستعدا، استطاع يجذب آلاف من الناس، جماهير، إلى التوبة، لأن كل دقيقة من حياته كانت مثمرة، مثمرة لربنا. بولس الرسول كل دقيقة من حياته كان لها ثمر وليها نفع، استطاع يبشر من أورشليم لحد أنطاكيا، لحد آسيا الصغرى، لبلاد اليونان، لروما. كل دقيقة كان لها نفع، وكان يستطيع يجذب بيها ناس لربنا. وقته وقت مثمر، لدرجة حتى الوقت اللي كان ليه في السجن كان وقت مثمر. وقته في السجن وهو مسجون كان مثمر. كثير من رسائله كتبها وهو في السجن، زي رسالته إلى أفسس مثلا، يقول أكتب إليكم أنا الأسير في الرب. أسير يعني مسجون. وبعض أوقات في السجن كانت جميلة من نوع تاني، كانت أوقات مقدسة، كان بيقضيها في تسابيح، وكان الناس يسمعوا تسابيحه وهو في السجن. من أكثر الأوقات المثمرة، أو لعل أكثر الأوقات ثمراً في العهد الجديد، كانت الثلاث ساعات اللي قضاها المسيح على الصليب. ثلاث ساعات قضاها على الصليب، أعطى فيها الخلاص للعالم كله، وأعطى فيها الوعد بالفردوس للص اليمين، وأعطى بها المغفرة لصالبيه، وأعطى يوحنا الحبيب بركة العذراء في بيته، وأعطى العذراء ابنا روحيا هو يوحنا الحبيب. أوقات مثمرة جدا، نفس الوقت اللي قضاه اللص مع المسيح على الصليب كان مثمر لخلاصه. دقائق بسيطة يمكن كانت سبب في أخذ الوعد بالفردوس. في ناس تلاقي دقائق من حياتهم ليها منفعة كبيرة جدا جدا. يعني مثلا كام دقيقة قضاها ماري مرقس مع أنيانوس الذي صار خليفة له، استطاع بها ان هو يخلص نفسه ويجذبه للإيمان ويجعله فيما بعد أول خليفة لي. في أوقات تلاقي لها عمق خاص، لها عمق خاص، بل لها مركز كبير جدا في التاريخ، زي مثلا الوقت اللي تقابل فيه شاول الطرسوسي مع المسيح.
وقت له عمقه. تحول به شاول الطرسوسي من مضطهد للكنيسة إلى أعظم رسول من رسل المسيحية. أوقات لها قيمتها. خدوا مثلا دقائق بسيطة أو جزء بسيط تقابل فيه في لبس مع الخاص الحبشي، مجرد سمعه بيقرا شويه في أشعية، فقعد يفسر ليه لغايه لما خلص نفسه وادخله الى الايمان وعمده ومضى في طريقه فرحا. ليه انت ما تكونش بالشكل ده؟ ليه ما يكونش انسان يقابلك في الطريق كما تقابل الخصي مع فيلبس، وتقول له كلمتين يكونوا سبب في تغيير حياته إلى أفضل؟ ده الكلام ده لو وقتك ليه قيمته وله عمقه وله تأثيره وتقدر تقضيه فيما هو نافع. وقت بسيط قضاه بولس الرسول مع سجان فيلبي، قادوا للإيمان وأخذوا وعمدوا هو وكل أهل بيته. دي أوقات ليها قيمتها. كنا نشعر أن هؤلاء الآباء، وإحنا بنعيد عيد الرسل دلوقتي ونفتكرهم، إن حياتهم مثمرة لله، كل دقيقة من حياتهم لها قيمتها. واحد في السجن يخلص واحد وعيلة بحالها، واحد وهو ماشي في السكة يدخل إنسان للإيمان ويعمده، وقت مثمر ونافع لربنا. كل دقيقة لها قيمتها. خدوا مثلا عظة زي عظة القديس بطرس في يوم البنتكوستي، كانت سبب لإيمان 3000 واحد. وقت له قيمته. بيستغل الوقت لمنفعة الناس ولخلاص أنفسهم. خدوا مثلا الوقت اللي قضاه السيد المسيح مع زكا العشار، كانت نتيجته قال اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. مجرد لقفه الجميز قال له تعال أنا عايزك، لازم أمكس الليلة دي في بيت. وقت له ثمر. الوقت اللي قضاه المسيح مع نيقوديموس، كلمه عن المعمودية وعن الميلاد من الماء والروح، وكلموا على كلام كتير كويس وكلام لاهوتي، وكلموا عن الفداء. وقت مثمر. في ناس بيقضوا وقتهم فيما يضيع حياتهم خالص. من ألذ الأوقات الوقت اللي قضته القديسة مريم العذراء مع أليصابات، وقت كله بركة، وقت بيعمل فيه الروح القدس، وقت عمل حتى فيه في الجنين اللي في بطنها، في بطن أليصابات، وقت فيه تسبحة مريم العذراء. في أوقات كده تلاقي أوقات لقاء القديسين مع بعض وقت مفيد. كويس ان الكتاب سجل لنا بعض من هذا المثال، وتاريخ الكنيسة ورانا بعض من هذا المثال. زي الوقت اللي تقابل فيه القديس الانبا انطونيوس مع القديس الانبا بولا، وايه اللي حصل بينهم من حديث. زي الوقت اللي قضاه القديس زوسيما مع مريم القبطية،
وقت تلاقي ليه البركة بتاعته وله عمقه وله فائدته وله ثمره. ثمره له عمق خاص. الأوقات اللي قضاها الآباء في البرية زي أنبا أنطونوس، زي أنبا بولا، زي الآباء السواح، زي الآباء المتوحدين، أوقات كلها دسم روحي، كلها دسم روحي، كل دقيقة منها مع ربنا في حياة مثمرة لطيفة. إن كانت أمثلة الأنبا أنطونوس والسواح أمثلة عالية، خذ مثلا الوقت الذي قضاه الابن الضال في محاسبته لنفسه وشعوره بسوء حالته وتفكيره في التوبة. كان وقت سمين وله عمق وله فايدته. الوقت اللي قضاه القديس أغسطينوس في قراءة سيرة الأنبا أنطونوس، حياة الأنبا أنطونوس اللي كتبها أثناسيوس الرسولي فيتا أنطوني، كان ليها تأثير كبير، بياخد وقت وبيستفيد. كل كلمة بيقراها بيكون ليها تأثير ضخم في نفسه. المهم ازاي الواحد يستفيد من الوقت بتاعه، ازاي يستفيد من الوقت بتاعه. خدوا وقت قديس عظيم زي يوحنا ذهبي الفم، قد ايه كانت كل دقيقة من دقائق حياته بركة، ليس فقط لجيله انما للأجيال التي اتت بعده ايضا. وقت مفيد. وهكذا كل أوقات الآباء الذين تركوا لنا مؤلفات وعظات، زي مثلا تأملات القديس أغسطينوس وأديه لها نفع، كتاب اعترافاته، زي تشبيهات القديس هرماس في كتابه الراعي. في ناس عاشوا وكان الوقت اللي قضوه في حياتهم سبب بركة للعالم كله. خذوا حياة القديس أثناسيوس الرسول، كل دقيقة من دقائقه كانت بركة في الرد على الهرطقة الأريوسية والهرطقات الخاصة بالروح القدس. إنسان كلامه نافع ومفيد. القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات قضى وقت جميل يشرح فيه الأمور اللاهوتية لدرجة سموه الناطق بالإلهيات. في أوقات أخرى، أوقات مجيدة كده لها قيمتها ومجدها عند الله، زي مثلا الوقت الذي قضاه موسى النبي على الجبل مع ربنا، الوقت الذي قضاه موسى النبي على الجبل مع ربنا، الوقت الذي قضاه موسى وإيليا على جبل التجلي مع السيد المسيح، أوقات مجيدة. الوقت الذي قضاه يوحنا الحبيب في جزيرة بطمس ورؤياه العجيبة التي رآها، طب دي منح من ربنا. لكن لما أنت تكون قلبك مستعد وتقول له مستعد يا الله، مستعد قلبي، مستعد يديك هو أوقات زي دي، زي الأوقات، أوقات التأمل، أوقات
الصلاة، أوقات التسبيح، أوقات الألحان، أوقات الترتيل، كلها أوقات مقدسة بتكون قاعد فيها مع ربنا. ما أجمل الوقت مثلا الذي قضته مريم أخت مرثا وهي جالسة عند قدمي المسيح، كان وقت جنسه إيه؟ وقت جميل. أو الوقت الذي قضته المرأة الخاطئة وهي تسكب دموعها عند قدمي المسيح، وقت له قيمته. في أوقات بتغير حياة بأكملها، في أوقات تغير الحياة إلى الأفضل، وأوقات تضيع الحياة كلها، تضيع الحياة كلها. زي مثلا وقت اللي فيه ديماس أحب العالم الحاضر وترك بولس الرسول، بينما كان من تلاميذه الأحباء جدا، وذكره في إحدى المرات قبل لوقا، بعدين قال ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر. الوقت اللي يهوذا خان فيه المسيح قضى معه كام؟ أكثر من 3 سنين، ولكن في أسبوع واحد ضيع حياته كلها، أسبوع واحد ضيع في حياته. زي وقت مثلا بنت تستسلم لشهوتها وتنسى نفسها وتضيع، وتلاقي حياتها كلها فقدت من أجل وقت بسيط. الوقت اللي بطرس الرسول أنكر فيه المسيح يمكن كلها لحظات بسيطة، كانت نتيجتها أنه بكى بكاء مرا، وظلت الحكاية دي معاه طول حياته سبب بكى وسبب حزن لآخر حياته. حتى لما جم يصلبوه قال أصلبوني منكس الرأس لأني ما استحقش من أجل النكران اللي نكر. في أوقات الواحد يضيع حياته فيها، يقول يا ريت الساعة دي ما كانت موجودة في حياتي، يا ريت اليوم ده مر عليا ما كنتش موجود فيه. حياته كلها تضيع من أجل اليوم ده. في يوم من الأيام القديس داود النبي، رجل القيثار والمزمار والعشرة الأوتار، وقع في شهوة وغلط، قعدت الحكاية دي معاه تتعب ضميره كل حياته، وكان بيقول لربنا يا رب لا تبكتني بغضبك، لا تؤدبني بسخطك. يقول له في كل ليلة أعوم سريري وبدموعي أبل فراشي. أهو غلطة في يوم، لكن فضل تعبان منها طول أيام حياته. عشان كده بنقول في أيام بتبقى مبروكة على الإنسان، وأوقات بتبقى مبروكة، وفي أوقات الإنسان بيضيعها. في أوقات الإنسان يريد أن يقتلها فتقتله، يقضيها في لهو، في عبث، في ضياع. في أوقات يقضيها في نقاش متعب، في حوار متعب، يخرج من المناقشة دايخ وتعبان ويقول يا ريتني ما اتكلمت، يا ريتني ما دخلت. ضيع الوقت وضيع أعصابه. في أوقات يقضيها الإنسان في قراءات تدخل له أفكار تتعبه، ويفضل تعبان من الأفكار دي مش عارف يخرج منها أبدا،
او تجيب له شكوك يفضل تعبان منها ويقول يا ريتني ما قريت، يا ريت الوقت ده استغلته في حاجه تاني. في وقت استسلم فيه شمشون الجبار لدليله وقال لها سره وندره وضاع، اخذت ايه دي؟ دقايق، ساعه، لكن ضاعت حياته فيها لغايه اخر يوم في حياته لما ربنا عاد واشفق عليه. لكن لحظات ضيعت حياته. سليمان الحكيم في وقت أطاع فيه زوجاته الغريبات اللائي يعبدن آلهة أخرى، وبعدين تيجي المأساة بتاعته في ملوك الأول إصحاح 11، يقول في زمان شيخوخة سليمان نساء أغوته نساؤه وراء آلهة أخرى، فبنى مرتفعات لآلهة وثنية ولم يكن قلبه نقيا أمام الله. في وقت من الأوقات الإنسان يقول كلمة، كلمة واحدة يقعد ندمان عليها طول حياته ويقول يا ريتني ما قلت الكلمات دي، يغلط فيها غلطة يقعد طول حياته يقول ما عملتش كده. بينما في ناس تانيين تكون بعض الأوقات أوقات مصيرية، مصيرية في حياتهم، تغير مصيره كله، زي الوقت اللي يفكر فيه الإنسان في التكريس، أو الوقت اللي يتقدم فيه لخدمة ربنا، أوقات مصيرية، أو الوقت اللي يخش فيه الرهبنة، أو أوقات مصيرية، سواء مصيره في زواج أو كهنوت أو تكريس أو أي حاجة، مصيرية للأفضل وفي أوقات مصيرية للأسوأ. زي الوقت اللي مر على اليهود وقالوا فيه عايزين برباس مش المسيح، اهو ضيعوا فيه نفسهم. عايزين الناس اللي تكون حياتهم حياة ثمينة امام ربنا ومفيدة للناس، الاجيال اللي مش بس اللي عاشوا فيها، اللي تمتد بعدهم، زي مثلا حياة زي حياة الأنبا أنطونيوس، كانت سبب في وجود طقس الرهبنة في العالم كله، زي حياة زي حياة القديس أثناسيوس اللي حفظ الإيمان السليم للعالم كله. ناس عندهم وقت بيستفيدوا منه. اجلس بينك وبين نفسك وقول كيف أقضي وقتي، كيف أقضي وقتي لمنفعتي ولمنفعة غيري. أهو عندك أجازة صيفية ممكن تضيعها بأي طريقة وممكن تستفيد بيه، ممكن يكون في وقت ضائع في حياتك وممكن إنك تستفيد من كل وقت. أحسن حاجة إنك تبني شخصيتك، تستفيد من الوقت في بناء شخصيتك، في بناء حياتك الروحية، وأيضا في بناء حياتك العقلية وحياتك الثقافية. ممكن عقلك ده تملاه بما يفيد من المعلومات ومن المعرفة النافعة اللي تنفع بيها نفسك واللي تنفع بيها غيرك. ممكن انك انت تستفيد بالوقت في خدمة الآخرين،
هذا الصيف شوف برنامج ليك في خدمة الآخرين، ممكن تستفيد من جهة الحفظ، تحفظ آيات، تحفظ صلوات، تحفظ مزامير، تحفظ ألحان، تحفظ حاجات كتير، تكون ذخيرة داخلك تنفعك في حياتك. ممكن انك انت تقضي وقتك مع ربنا، تقضي وقتك مع الكتب، تقضي وقتك في التفكير الهادئ، في التأمل، تقضي وقت مع نفسك. في ناس كتير مش لاقيين وقت يقضوه مع أنفسهم، عشان كده حياتهم في دوامة ماشية على طول، لم يجلسوا ليراجعوا أنفسهم، ولم يجلسوا ليحاسبوا أنفسهم أو ليوضعوا لأنفسهم خطة روحية يمشوا بيها في حياتهم. استفيدوا من وقت الصيف، وأيضا شوفوا الوقت بتاع أولادكم إزاي يستفيدوا منه، أو تلاميذكم في مدارس الأحد إزاي يستفيدوا بخطة نشاط صيفي مفيد ليكم ومفيد لهؤلاء الأولاد. اتفضلوا صدق.